كان يدعي سيدنا عبد الله بن عمر إذا أصبح فيقول: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداء، يعني الصبح بدري، ونورا يهدي ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه وضرا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها. اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداء. فبيقول له: يا رب، أي خير هتقسمه للناس من الأرزاق المادية والأرزاق المعنوية والأفكار وحلول المشاكل والخطط المستقبلية والشفاء، الأفكار حتى اللي فيها شفاء لما في الجسد من آلام، كل حاجة هتديها لحد هتقسمها، أنا عايز منها. وفي الإشعار بالافتقار الحقيقي لكل عطايا ربنا النافعة ورحمة تنشرها، يعني اقسم لي نور يهديني. لما تكون في حتة مظلمة وتسلط عليها النور بتشوفها على حقيقتها. ساعات بتحصل لك مواقف محتاج نور ربنا، هداية ربنا، تأييد ربنا لفهم. يا رب نور لي بحيث ان انا لما الأذان يأذن ابقى شايف حقيقة اولويات يومي، فسيب اللي في ايديا وصلي وارجع. قال: ورحمة تنشرها. من رحمات ربنا اللي بيرجوها الإنسان هو راحة البال والسكون أثناء السعي على تحصيل الرزق. ورحمة تنشرها، ما يبقاش الإنسان دايماً هلوع، جزوع، خائف، دايماً يشعر إن الحياة صراع من أجل لقمة العيش، فيبقى اليوم فيه إنجازات بس النفسية اتهلكت بسبب عدم الحركة بالرحمة في وسط الخلق. فقال: ورحمة تنشرها ورزقاً تبسطه. البسط يعني التوسعة، كل يوم بيبقى فيه فرص، وممكن فرصة واحدة الإنسان ربنا يوفقه ليها تبقى سبب في كفايته لغاية آخر عمره، وممكن شراكة واحدة مع حد يبقى سبب في إن الإنسان يهتدي للسبب اللي ربنا خلقه عشانه، وممكن فكرة ربنا سبحانه وتعالى يرميها في قلب العبد تبقى سبب باب جديد وتخصص جديد لرزق عمره ما فكر إنه يعمل الموضوع ده. فقال له: أبسط علي، هعمل مجهود، وإنت يا رب يا واسع أبسط علي الرزق. ورزقاً مش تعطيه، تبسطه. قال: وضرا تكشفه وبلاء ترفعه. سواء الضر اللي تكشفه يا رب والبلاء ده ترفعه، توفيقي لحسن التصرف أثناء البلاء فيرفع ببركة توفيقك ليا أني خدت رد فعل في الأزمة سليم، أو ترفعه حضرتك بقى من غير ما أعمل أي حاجة. لو أنا كنت تايه في الحياة وعندي عجز، كيف أرفع هذا البلاء؟ تحمله أنت عني يا رب. وضرا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها. الإنسان مش حد كبير على الغلط خالص، والإنسان ممكن يبقى من أصلح الصلحاء ثم يتكعبل في فتنة ما كانش جاهز بيها. وكأنه فعلا مصداقا لحديث النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فبيقول له: اصرف عني. عارف أنت تشعر بالعجز كده في الدعاء، اصرف عني فتنة ممكن تقلب قلبي في رحلة السير، بدل ما أسير في طريقك أسير في طريق الشيطان.